مكتب الهلال الأحمر فرع مدينة جميل يشهد نشاطا وجهدا واضحا من قبل كامل أعضائه والذين يعملون بكل جدية من أجل رفع المعاناة عن العائلات النازحة داخل مدينة جميل والتي وصل عددها إلى أكثر من 260 عائلة إضافة إلى تقديم سلات غذائية وأغطية. كما قام الفرع بمساعدة اللجنة الدولية والهلال الأحمر الليبي بتوزيع بعض المعدات الطبية على المستشفيات والمجمعات الصحية داخل مدن جميل ورقدلين. قدمنا لعدد حوالي 670 أسرة وحاليا عندنا كمية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنوزعها هي تمثل في مواد غذائية وأغطية وفرشات وتطين وغيرها. العدد الناس هذا حقيقة احنا معاناة نخفف المعاناة عليهم لأنهم فعلا جو حتى تحاليل الوقت بدأ فيه مطر وفيه شتاء وفيه كذا ركزونهم على الأغطية والفراشات وغيرها. عمل إنساني راق يقوم به أعضاء الهلال الأحمر الليبي في محاولة منهم لرفع المعاناة عن إخوتهم وأخواتهم يستحقون عليه كل الشكر والثناء.